ديالك تفعلت قبليك شويه مع اللي جان ولا قاعد القانون كان نستناو فيك اغنيه يعطيك الصحه ديما تعاود جوستومون يفو معناها اللي جان سي لافنيغ اخي شنو اخي دكتور عمون بلي باش نسالك سؤال نوعا ما شخصي نتاع كواليس نوعا ما في ووهان مشيت في هذيا مشيت كيفاش الحكايه تصير فما دي بروفيل معينين والا متومة خاطر انت تقول انا نحب نمشي والا ديما عينك ولا ما عينكش اول حاجه سي المينستير كي ديسيد المينستير تجي كسوا من بريزيدون دو لابوبليك ولا تجي من ناسيون زوني ولا تجي اون دوموند ديت من طرف وزاره الخارجيه فريكامون Et c'est vrai, il y a des profils dans quel sens? Des profils d'expérience. Les gens ont fait ça. Ça a commencé à l'époque de l'Iraq, en 1993. Mission humanitaire, militaire et civile, un hôpital de camp, c'était pas assez. Et ça se fait où il y a le profit et la formation, hein, ma formation. Et en tant que j'ai un master de médecine d'urgence et de catastrophe, dès la formation interne, on a cette comment installer un camp, comment تتعامل مع العباد شكون البلدان اللي تحكي معاهم كيفاش تركز مخيم كيفاش معناتها فيها تكنيك شغل الدواء كيفاش تهزو شنو اللي تهزش شنو اللي ما تهزش شنو اللي يفزت شنو اللي ما يفزتش عندك فريجو ما عندكش فريجو عندك جينيراتور ما عندك جينيراتور كله تقرا لي كونسومابل فما دي سبيسيفيسيتي شنو في ما تبدا عارفها معناتها كي سادابت للنوعيه هذه من ممارسه الطب فما دي بروفيل زاد دي جون توجور بارتون معناها يديز با نو معناها ما نجمش انا وزارك تطلب مني ميسيون تقول لي سمير حضر الحاجه قول لهم لا انا المره هذه جي راتي دو غروند اوكازيون انا جي اون سور جوميل انا دي جومو واحد منهم عرس انا لحد فات انا مش غادي وكي ولدي واخته في عنصاي نتاعها قلت البارح ما حضرتش فيهم فما مره ميسيون مرتي ولدت وانا مش غادي معانا المره هذه ان كولونيل من الحمايه المدنيه يا تخوا جور ولدت مرته زاد هو مش موجود معناها لا غالب سي ليزاليا ترافاي وكاو سي تو يضحكوا عليا هنا خاطر ديما نقول لهم فما العالم بيان سور تكون خاطر انا مرتي تولد وانا في الاستوديو هنا بون انت في الاستوديو ماكش قاعد عليها لا مش كي تبدا برا لا يقول لك يضحكوا عليا خاطر ديما نقول لهم فما عباد علاش يضحكوا فما عباد تبدا اصلا اوموا انت تكمل ليميسيون فانت تمشي تنقص تمشي تخلط فما زاد بروفيل معناها ناس منضبطين خاطر انت كي تبدا برا هاك اللي ديبوردمون هاك اللي تحب تعمل وتحب تخرج وحدك وتحب تمشي هذاك ما يصيرش ثم انضباط نتاع رئيس الوفد وثم نسمعوا الكلام ونخو عاود ثم وقت ما نخرجوش فيهم وردوا بالنا بوكو تشوز كون دوفا برافو برافو هذايا حابين هكا نحط شويه رئيس الوفد شكون اللي كان رئيس الوفد المره هذه؟ رئيس الوفد استاذ علاني بروفيسور اون تروماتولوجي سي لو شيف سيرفيس دو دوكتوبيدي نتاع تروما سانتر تاع ياسمين نتاع بن عروس سي ان هوم فانتاستيك اكسترودينير وقداش هذا بالنسبه لرئاسه الوفد قداش فما من عضو في الوفد؟ في الوفد سي كومبوزي اللي كومبوزي دو تروا كومبوزونت يعني ثم الحمايه المدنيه فرق عندنا فرقه مختصه معناها سي فورس سبيسيال نتاع الحمايه المدنيه اللي يخدموا في الزلازل وفي الجروز انسانديي وفي الدبلياج الكبار وعندهم البريغاد كانين عندهم هذوما الانياب هي سون اون فانتين ديريجي بار الماجور ماجور شكري زويدي هو انا مي عملنا بوكو ميسيون انسومبل ستانسي حتى الاخرين انا كسو امن ولا جيش مستانسين مع بعضنا سي توجور ميم فيزاج ومعاه دو كولونيل ان كوموندون ويسون اون فانتين من العوان واحنا وزاره الصحه اون ديزان عندنا سانك ميدسان عندنا دي زورجانتيست عندنا تروماتولوج عندنا فيسيرال ان بروفيسور ان بروفيسور اغريجي ان شيرجي فيسيرال امين بن صفت وعندنا دي زانستيزيغيا عندنا غينيماتور زوبلي وعندنا بسيكولوج معنا تخي امبورتون دير خدمه برشا برافو بوغ لا لا في تو لي جور صباح وعشيه وهي في ليزيتاج خاطر هذيك لقينا فريمون
صغار وكبار مخلطهم دقدقين ودون دي سيتياسيون واللي مثل ابوه واللي مثل ولاده واللي مثل معناها ظروف كبيره. دونك يفالي ان ابور بسيكولوجيك تري امبورتون دي اكستراوردينير. وعندنا دي باراميديكو, عندنا كات باراميديكو كي سون سبيسياليزي دون لي travail du bloc opératoire par des instrumentistes, des techniciens d'anesthésie aussi, et un urgentiste, un paramédical spécialisé en médecine d'urgence. كان تسمح باش نمشيو احنا في فاصل قصير وخلنا نرجعوا نحكيو معاك ندخلوا في التفاصيل, شنو اللي عشتوا في سوريا, شنو اللي ريتوا, اي سورتو كيفاش الناس تنجم تعاون, فما للي باش يسمعوا بالطبيعه فما غيب. تونا نعطيكم المعطيات زاد بعد شويه للناس اللي تحب تتبرع تحب تبعث فلوس, دونك هذه رسمية معناتها مبادره من الدوله التونسيه للي يحبوا يعاونوا. فاصل راجعين معك دكتور سامي عبد المؤمن, نحكي لنا شنو اللي ريتو غادي كاسكي وزا ماركي, شنو اللي عشتو في سوريا. راجعين. Choisissez le cloud de NextStep. VMware Cloud Verified Partner est certifié à la fois ISO 9001 et ISO 27001. كيما عودتكم ماكينتوش تزيد تقرب لكم وتجيكم بجديدها. نهار 17 و18 و19 فيفري تلقاونا في أكبر وأول حدث يجمع ليزارشيتيك دانتيريور والمختصين في اللاميناجمون والديكوراسيون. رونديفو سور نوتر ستاند نيميرو 123 هول 1 على مدينة ياسمين الحمامات. Macintosh, votre référence du mobilier de bureau. Partenaire officiel du Build in Africa. Migrez vers le cloud en toute sécurité avec Focus. VMware Cloud Verified Partner. Partenaire officiel du plus grand rassemblement d'architectes d'intérieur, Build in Africa. Stibois vous attend du 17 au 19 février à la Médina de Yasmine El Hammamet. Une première rencontre internationale des professionnels du secteur de l'architecture d'intérieur et professionnels de l'aménagement et la décoration. Stibois, leader des dérivés du bois. Vous êtes porteur d'un projet innovant? Vous avez créé votre start-up? MN Bank vous accompagne grâce à son pack MN Start-up qui vous offrira de nombreux avantages avec une tarification très attractive. MN Bank, le partenaire de votre succès. Flash change. عساماتكم مرحبا بكم في حصة الصرف لنهار الأربعاء 15 فيفري 2023. البداية بسوق الصرف الأجنبية وانسرع الجنيه الأسترليني في خسائره مقابل الدولار واليورو, حيث ترك المزيد من الانخفاض في التضخم في المملكة المتحدة الباب مفتوح لإنهاء رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. الجنيه الأسترليني خسر 0.99% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي وخسر 0.70% مقابل اليورو. هذا وتباطأ التضخم إلى 10.1% في جانفي على أساس سنوي في المملكة المتحدة وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك. من جهة أخرى تدل البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إضافة إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأعلى من المتوقع على بقاء التضخم مرتفع لفترة أطول من المتوقع, مما قد يشير إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة الفيدرالية وبالتالي رد الفعل الصعودي للدولار الأمريكي. نمشي لسوق النفط الآن, وين تتجه الأسعار إلى المنطقة الحمراء بعد أن أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن معهد البترول الأمريكي زيادة في المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية. نختم بالساحة التونسية وين انخفض الدينار قليلا مقابل العملات الرئيسية, وتم تداول العملة الأوروبية الموحدة عند مستوى 3 دينارات و350 مليم, بينما تم تبادل الدولار الأمريكي عند مستوى 3 دينارات و120 مليم. هكا نكونوا كملنا حصة الصرف لنهار الأربعاء 15 فيفري 2023. كل التفاصيل موجودة على موقعنا radioexpressfm.com. فلاش شانج. انترفيو. مواصلين إذن الدكتور سمير عبد المؤمن, قعدنا في الوف حكينا شوية بزلت كي روحت البارح من سوريا. نعرفوا برشا أنظار تسلطت أكثر على تركيا ومساعدة على تركيا, فما العباد حتى سون بارتاجي كالصور تاع المجال الجوي لسوريا كيفاش لأنه فما العقوبات إلى آخره. شنو اللي عشتوه؟ معناتها نقل صورة وفية للي عشتوه غاديك, شنو اللي ريتوه؟ شنو اللي عشتوه؟ شنو الوضع وكيفاش نجموا نعاونوا؟ Et pour mettre les choses dans leur cadre, il faut, faut savoir que Souria, depuis 12 ans, t'aïche drame ou drame. Drame ou drame. On est un chab
تزلس بالدرامات. بدات لهم الحكايه نتاع الثوره وحرب الاهليه وضرب المضروب وقعد مع دمرت البلاد يمكن 60% تهدت بالنسبه معنا حلب. يا حلب اللي هي اكبر بلاد اون سوبرفيسي، هي اكبر من دمس اون سوبرفيسي، اما الكونسنتراسيون اوربان موجوده في دمس، اما الكبرى كبيره ياسر حلب، هي منبع نتاع سوريا. ومن بعد جاتهم الابيديمي دو كوليرا، ضربت ما ضربت، خلطت عليها الكوفيد. كيف كيف نون با لي كونديسيونال مثل حلب فيها 7 سبيطارات كبار، ما بقاو كان زوز، الزوز الخمسه الاخرين فخوهم، تدخل كاميون تفرقع السبيطار تاعو، سبيطارات كبار ها، بقاو لهم زوز. الحاجه الباهيه اللي العباد اللي تخدم في السبيطارات الاخرين يلون رونفورسي لي دو زوتر اوبيتو. دونك احنا كي وصلنا لقينا بوكو جون عندهم بوكو دو ريزيدون، سوريا عندها سي فاكولتي دو ميدسين، منهم فاكولتي تاع حلب كبيره، انا فاكولتي يونيفرسيتي فاكولتي دو ميدسين، إلي لا تراديسيون دو لا ميدسين سيريان، معنا عندهم دي تراديسيون دو ميدسين، ماهمش يقريو مليح وتطبطهم مليح وبيان فورمي على ماريكان، سو ني با لو سيستيم فرونسي. مي لي مويان مشات البلاد معناها، وزاد الحصار سنوات ما يدخل شيء سوريا، معناها ثم حاجه تضحك في سوريا، ما تهمنيش ستاسيون سيرفيس باش تمشي تصب ليسونس نتاعك وتخلص ليتر ليسونس، ثم كيجيك ابليكاسيون كيجيك ميساج يقول لك برا صب، هاكا صبوا لك 20 لتر ولا 30 لتر مازوت وبرا شد بهم شهر ولا شد بهم باش تشد. حتى المسؤولين البنوات سمعت مدير السبيطار شيخ قالوا انت عندها يعطيوك برشا معناها انت ايسونس، ايش قلت له قداش تاخذ؟ قال لي نعطيوني 70 لتر في الشهر. مدير مستشفى ياخذ 70 لتر، معناها احنا في تونس يشتوا 3 ايام معناها شيء، كل شيء شهري معناها ضحك. ان ميدسان سي با ريزيدون، ريزيدون سي 14 دولار، ان ميدسان سي 25 دولار سون سالير، 25 دولار والبقيه هاكا فلوس تجيهم من برا من عائلاتهم يبدلوهم. انا نعرف طبيبه قالت لي خويا بعت لي 100 اورو، 100 اورو بار موا، قالت لي 100 اورو نكري بهم 4 اشهر ونعبي الماكله نتاع 4 اشهر نوكل ولادي. معناها ظروفهم صعيبه ياسر، اما شعب خدام، شعب يخدم ياسر، إل ترافاي يخدم خدمتين ثلاثه في النهار، يقلعوا الفرنك، معناها يعني هذا هو الشكوم. معناها بالرغم الهموم في نهارين يلون بو جيري سيتياسيون تاع الزلزال، خرجوا العباد ودفنوا الموتى وكل والحياه رجعت تخدم. احنا غلطنا للوندما الحوان تحل والكوميرس رجع. من الحاجه اللي انا قلقتني معناها المره الاولى دوب ما هبطنا، احنا هبطنا مخر، وصلنا هذيك تسعة متاع الليل هكاك ولا ثمانية متاع الليل، ما خرجنا من المطار، جاونا لي بوس هزونا ان كون سور دو كون هكا في تيران طبعا، وكانوا متاع كشافة ولا حاجة هكايا، الفروا ان فروا غلاسيال ما نعرفوش في تونس، أنا هي موان تروا والروسونتي موان سيس، ما شي في العظم، وعندنا زخيم مخلطين احنا، انا بريفيري ما نهبطوش بنات واحدة ولاد واحدة من تخلطوا ولا سيكوريتي نتاعنا. ما عندناش خطام، ما عندناش جريري على البلاستيك، خيمة نيلون. أنا أنت اللي لقيتها البرد هوروزمون مشينا بحدا تزيرية زرجعين، عندهم دي بيوس دي ميني بيوس دي كوستر ميني بيوس هكايا، طلعنا في البيوس خدمنا الموتورات والشوفاج وقعدنا ثلاثة سوايع لين جابونا لي جريري ولي كويت. من كويت وجيراني ليلتها انا خفت لو واحد منا يموت بالبرد، والله ما نجمش معناها نرقد، ما نجمش نرقد تلمو شيء داخل من تحت الخيمه اللي هو تقول نتاع فريجيدار محلوله معناها قدام، معناها حاجه. الحمد لله الصباح معناها جاء كلمنا المدير الجهوي نتاع الصحه والمحافظ كلمناه اللي هو ليكيفالون نتاع الوالي، ويونا بي معناها تو شونجي معناها بدلونا نقلونا في سبيطار في اون ستركتور هوسبيتاليير دو جونغ البوليكلينيك سي ان اس اس معناها لي بوبليك مي ا كاركتير بريفي، معناها هي تعمل كارديولوجي وتعمل دياليز، هذه سور سي سيتاج، و
تعمل شيرجي تعاسيك ويعملوا فيها سال دو كورو. ونحق رقينا الدكتور خالد اللي هو مدير عام تاعها يتكلم بالفرنساوي يتكلم بالسوري حتى احنا نقولوا بالسوري يقعدوا يغزرونا سوري سيسو سوري واحنا كل حاجه بالسوري واحنا فرنسي فهمتني ولا ايه اكستراوردينير معنا عطانا بافيون ايتاج كامل سكن لي تواليت لي دوش جاب شودير ركبها ما سخون صلح لي فليكسيبل كل شيء هذه على الظروف اللي كنتوا توما فيها والظروف اللي كانوا فيها الناس معناتها خاطر توما من غاديكا فات ناس يجيبوا لكم عباد باش تداويهم ولا تمشيو للسبيطار فوالا تمشيو للسبيطار عندنا دي زيكيب يمشيو سور سيت يخدموا 24 سور 24 كل سور سيت يعني على سور سيت فين ولا فين بني طايح بني طايح مع الحمايه نمشيو مع فرقه الحمايه اللي هي تخدم 24 سور 24 مقسومين سور 4 بريغاد. انا شفت مثلا انا من اكثر تعرف ساعه ساعه نستهلكوا في الصور معناتها نستهلكوا في الخبر معناتها نشوفوا في صور فيت في اخبار تزابي وكل ركزت مع فيديو تبعتها فيلم عباره نتفرج معناتها بالستريس وكل شيء نتاع الطفله صغيره بنيه صغيره تحت الحشر هكا قد قد معناتها مع صدرها فما يخرجوا فيها بالسيف مسكينه وموجوعه وتقول لهم خليوني خليوني وين ما تمسونيش خاطر تتوجع كل مره يحاولوا يجبدوها وبالاكسجين ومعها طبخ فكرت فيكم وقتها تصور عشتوا حاجات كيما هكا خاطر في الصف الاول اوفيست الطبه اللي معاها يحكي يقول لها الدكتور معاك هو اللي شاد لها يدها خاطر يدي ساكته فيها وقت تخريش فوالا باش تشوف عندها مثلا عندها كراش سندروم يعني يد كحله ولا حاجه ساعات ساعات تقول له يدي باردة تقول له يدي باردة أنا ما فهمتش توفى معنا نصور ممكن ساعات ما بونج نعديوه واحد انترامسكولير البونج يتعدى ديما من الانترافينور انترامسكولير باش تتبنج وترقد خاطر معنا شابور هي محشية ما يخرج كان يدها ولا حاجة ما تنجمش تدقها في عرق لازم تخطفها من انترامسكولير وتنجم تخرجها وكي تخرج هذا يدي زاكتا فير باش كل الميوغلوبين يعني كل الوساخ نتاع لي ميوسك اللي هي محزوره كيما نقول لك انسان عمل قارو قعد مده قارو من بعد يده ولا تاني كروزي دونك فير تري انتونسيون ليكستراكسيون ال دو تيتر ميديكاليزي معناها اون احنا تخرج طبيب ومعاه دو باراميديكو وسته ولا سبعه عوان حمايه اتور دو رول توت لي 8 اور توت لي 8 اور شنو اللي ريتو شنو التيمونياج نتاعك شوف دون احنا خلطنا لعبود 48 ساعه معناها وصلنا نهار الاربعاء ديزون زلزال حاجه عجيبه جاء الاربعاء نتاع الصباح نهار الاحد الاربعاء نتاع الصباح نهار تاع الاربعاء كان فما نهار بالحق الناس كل في دارها وقتها نهار الاحد الاربعاء نتاع الصباح والضربه الاولى قويه ريال كاسات كلك اما مش قويه كما الضربه الثانيه الضربه الثانيه اقوى برشا قالوا رينا معناها جهنم تحلت علينا مي الزهر نتاعهم الضربة الثانية القوية أنا با جوري لا جوري يمكن 30 سكوند كان زادت كانت سكوند ما يبقى حتى شي في حلب الضربة الأولى اللي طيحت داني خاطر قعد جي دقيقة ونص واحد منهم طبيب حكي لي قال لي أنا نسكن في الكاتريام ايتاج قال لي لميت عائلتي وهبطت في الدروش وخرجت للسارع وكذا والشيء مازال يضرب مازال يتحرك السلم مازال يتحرك هذيك الضربة الأولى اللي طيحت الثانية ما طيحتش ما كانت زادت أكثر يو غاب لو ريان دو تو لو ريان دو تو معناها الضربه الثانيه كانت اقوى ما طولتش اقوى من الضربه الاولى ما طولتش 30 سكوند شدت اللحوم نتاعهم عندهم حوم عربي وعندهم حوم كيما تقول الحفصيه زناقي زي ضيقه قام الباتيمات بخمسه ثقال معناها ما يعديش حتى كهرباء لاصقين بعضهم لاصقين بعضهم واحد طاح واحد ما طاحش واحد طاح من غادي وحتى باش تخدم دون زان سيت كيما هذايا اختر لا يطيح عليك واحد اخر خاطر احنا خدمنا ممكن مازال خدمنا دون زان سيت كيما نقولوا شارع محمد الخامس باتي ما في شارع محمد الخامس لا قدر الله بعاد الناس بعاد 70 متر 80 ما يطيح عليهم حتى شيء الا الجماعه اللي تخدم مي معناها وتوا خليناهم احنا احنا بداوا هما معناها يهدوا فيهم طيحوا فيهم يعملوا البريمتر دو سيكوريتي يبعدوا العباد يجيو لي زانجينيور يثبتوا بعد يهبطوا على الباتيما طيحوها بكلها وشو اللي ريتوا شو ممكن حاجه كيما حاجه كيما كيما شوكي كيما ماركي فك البرد هذاك وقت اللي خرجت العباد تجري خرجت العباد تجري حفايه ما عندوش باش يلبس شلاك ولا صباط حفايه في البرد العباد و سي با دي طون في البرد هذاك طوا في الشوارع العباد
اللي انت مش لوم عليك ولا اللي انت تشكيت منه معناتها بون بيان سور جاي من الكونفور نتاعك كل مريت بيان سور عباد في الشوارع عائلات مهول العباد اللي بيتها في الكرهب تو ما نجم نقول لك شوف مئات الالاف باش نفهموا باش نفهموا في الكرهب الرامبونات الرامبونات معبيه بالكرهب الواقفه والناس مع عائلاتها في وسط الكرهب وسون انغواسي حتى الدار تشوفوا الكرهب تو الكرهب الناس في الكرهب في الليل يباتوا في الكرهب شوف لي خايفين وشوف لا لا الكرهب واقف قاعدين كل برك معناها اوموا هيك في الشارع الكرهب واقف مش معناتها مخدم موتور ولا خدم في شيء لا 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 داير هي فما سيركولاسيون كبيره ياسر في داماس مالغري نمبر دو معناتها دو فواتور نمبر كبير مي الكرهب واقف ما فوت نتاع ايسونس ما فماش هكا في الباركينغات وفي الكيسات واقفين وفي عائلاتهم صغار مغطين الشبابك بالقماش مش عايشين أدفى أمو الكهرباء أدفى شوية يبدأوا مع بعضهم يتنفسوا مع بعضهم الكل يحلوا شوية شباب بور أيري يدفعوا شوية دكتور عبد المؤمن ساهمتوا في مباشرة منعتوا عباد عندكم شا عمليات ما تسبتوا فيها نعرف القتلانياب شكروها برشا نعرف القاوة أبارامون ما نعرفش احنا نقراوا تبعوا على مواقع التواصل الاجتماعي لبرون اسمه لبرون لبرون كيما الباسكيتر كيما الباسكيتر هما زوز اي لبرون كيما الباسكيتر هو زوز ولبرون الكبير هو قالوا لي الى تي تري افيكاس الكلب هذاك ولقى برشا اشخاص تحت القاعد ولا لقى موتى زاد لقى موتى رحمنا با في اوكون اكستراكسيون دام فيفون لي زالجيريان خلطوا بنهار قبلنا بنهار هما اللي لقاو اون في ابارامون اون في احنا او بو دو بريسك 3 جور 3ام جور يا بلو دو يا بلو دو سيرفيفون اللي خرجوا كلهم دي دي سي ما نعرفش الحمايه ولكن مهم ياسر لانه عائلاتهم تستنى فيهم جوستومون احنا وقت لي زيكيب تعمل اكستراكسيون دي سنتين دو جون واقفين يستناو باش يخرجوا لهم العائلات نتاعهم يحبوا يدفنوا عائلاتهم تعرف فيغ لو دوي سي يشوفوه يدفنوه فهمتي احنا يظهر لي جيب با لو شيفر اكزاكت باش ما نغلطش اونتر 11 و 12 كادافر خرجوا من الحمايه نتاع تونس وهذاك لبرون سايتي ثم انسان عنده منهارين يلوجوا عليه انسان معروف ان جوج معروف برشا و يحبوا يخرجوه عاشتهم به لوجوا بون الناس الباتيمات اللي حكيتك عليهم الديار في سوريا في حلب عندهم دي كاف ديار كل باللي كاف لي كاف توا ولاو اما كوميرس ولا يسكنوا فيهم ويسكن في كاف سكن فيه احنا كيف نحفروا كانك تحفر في ساس نتاع باتيما تاع باتيما كل 100 متر لوطا تاع القاعه نحفروا لو جو فيهم غاديك خاطر هما باركينغات يسكنوا فيهم دي كاف معناها عاملينهم ديار قسمينهم دونك الناس اللي في لي كاف تخرج نتاعهم اصعب ياسر مش كيما اللي يبداو في لي زيتاج تلقاهم في ساعه دونك قعدوا وجي نهار ونصهم يلوجوا عليه الدنيا مقلوب عليه دخل الكلب معناها الناب دخل سكتت العباد الكل يفوها ان سيلونس توتال هو المارك اما يفيها موفمون ولا يعمل بيديها موفمون على بقعه المارك يقول لك المارك البلاصه عمل دو زون كي ماركي دو زون زون طلع فيها عائله فيها خمسه من الناس وزون اللي هما ما قالولناش عليها فهمتي بعد قيناها وزون طلع القاضي هذا هذا خرجناه وانا تغميني لو سيت كمل بهذا يا سي تغميني قالوا لو جوري ما هاشتم الاخرانيين خرجناهم ال بطل معناتها ما وكمش السيتواسيون والظروف ما عدا مش يصفقوا عليه عدا مش ترسي يصفقوا عليه معناتها لوجوا هما ايام وايام وما نجموش نهارين بريسك لوجوا عليهم ما لقاوهمش انا الحاجه زاد اثرت فيها برشا هذه فريمون اثرت جينا وزير الصحه احنا في السبيطار نخدموا وقت هذا اون ايكيب شيرجيكال تخدم جينا وزير الصحه سي مولد بروموسيون تاع بشار الاسد مع بعضهم قراو سي ميدسان كيف وزاد مع تلمان فرح بينا اللي نتاثر مسكين معناها اثقل ما عادش نجم نتكلم ده خاطر الخلف انا نتاثر نولي نبكي باش نولي سوريين 12 ans n'ont vu aucun étranger ما تخلى لهم حتى براني 14 سنة تقول احنا من المريخ الناس كل تمشي معنا في الشارع احنا معنا نشا الجبل على عالم تونس وفيها الناس كل تحب تتصور الناس كل تحب تحكي الناس كل يحب يقول كلمة
كل واحد يحب معناه نخرج ومشو من البقعة اللي نسكنوا فيها حتى السبيطار اللي نخدموا فيه. حكاية متاع 20 منوت 25 منوت نمشيو في الشارع. دي ديزاين يبداو يتابعوا فينا كل مستنوا فينا قدام السبيطار باش يخرجوا لتونس. حاجة معناها أنا في لو بوز معناها فريمون لو بوز دون لي زانفو خاطر احنا عدونا اون ديريكت هبطنا من المطار التلفزة السورية عدات اون ديريكت وقعدوا يحكيوا علينا وجا معناها قلنا معناها وزير الصحة المحافظ ماشي جاي رئيس الدولة قبل حكاية مع رئيس الوفد نتاع الحماية المدنية بشار الأسد نتاع الأو إم إس نتاع الأو إم إس اللي تي شوكي تخلص بطريقة تونس اللي تي شوكي ظهر بارامون كتب في الباج نتاعو كتب زاد معناها في الباج نتاعو علينا ومعناها وهما بيدهم معناها يحشموك مع حتى التاكسيست ما يحب ياخذ فلوس تراسي معناها ما تنجم تمشي معناها تاخذ تاكسي اي بقعه تدخل لها ما يخليكش تخلص بون هو يا ان بروبليم في سوريا الناس ما تعرفوش ما يبدلوش الفلوس غادي يا با بانك يكسبت الديفيز دونك رسات الفلوس قاعدين وما نجموش نشريو من بعد خرج قرار ثالث يوم البنوك رجعت تبدل ما نشوف تونس معناها شحلت لهم بيبان الصرف رجع لهم ما كانش موجود قعدوا 10 سنين ما صرفوش فلوس يعني انت تمشي بالدولار ما تنجمش ما تنجمش تاخذ تيد ما تنجمش تخلص كان بالليره والليره منين مش تجيبها يعني الحمد لله معناها ان شاء الله احنا معناها التونس بعد نهار اللي مروحين اللي هافي دي زيمرات من الامارات هبط الطيارات من بيلوروسي من روسيا هبطت زاد من السعوديه بدات البلدان تبعث اللي عانت لسوريا احنا خاطر اللي هبطنا احنا حتى ما كان روسيا تعاون فيهم كاو قيم حد شيء ما جاهم حد شيء ما جاهم حد شيء برشا مستمعين متفاعلين معكم يشكروكم ويقولكم شرفتونا نعرفوا مش سهل اللي عشتوه الان باش نمشيو فاصل قصير نرجعوا نخدموا معاك كيفاش الناس تنجم تعاون شنو هو المطلوب على بيدين فما دي دوموند سبيسيفيك تالبي فوالا فاصل راجعين تو تشوت Partenaire officiel du plus grand rassemblement d'architectes d'intérieur, Build in Africa. Stibois vous attend du 17 au 19 février à la Médina de Yasmine El Hammamet. Une première rencontre internationale des professionnels du secteur de l'architecture d'intérieur et professionnels de l'aménagement et la décoration. Stibois, leader des dérivés du bois. Digilab. ديجيلاب الميسيون اللي تحكي على الترانسفورماسيون ديجيتال وعالم الايتي ترجع لكم الموسم هذا كل نهار اثنين من ماضي 3:30 للخمسة مع وليد برحومه وكامل الفريق استنونا باش نحكيو سيكوريتي انفورماتيك كلاود اي او تي بلوك تشين وبرشا مواضيع اخرى مي لا ما تنسيوش موعدنا كل نهار اثنين ماضي 3:30 باش نزيدوكم اكثر في القيمه ديجيلاب فوتر لابوراتوار دو ترانسفورماسيون ديجيتال كيما عودتكم ماكينتوش تزيد تقرب لكم وتجيكم بجديدها نهار 17 و18 و19 فيفري تلقاونا في أكبر وأول حدث يجمع لزارشيتك دانتيريور والمختصين في اللاميناجمون والديكوراسيون رانديفو سور نوتر ستاند نوميرو 123 أول 1 à la Médina ياسمين الحمامات ماكينتوش votre référence du mobilier de bureau partenaire officiel du Build in Africa انترفيو نختموا معاك الدكتور سمير عبد المؤمن ذكرو نحكيو على الوفد التونسي الوفد الصحي اللي كان موجود في حلب احكيو بالتحديد هناك حلب لانه نعرفوا كانت اقل ممكن مساعدات وتنظيم بشيء الغادي حكيت لنا علي عشتوه علي شفتوه شنو كيفاش نجمو نعاونو احنا حتى عندنا نجم نقول معناتها دوك بالنسبه لل ماش كان في بالكم فما غيب فما هو رئيس جمهوريه وجه الدعوه للتوانسه الكل المقيمين بالخارج زاده باش يتبرعوا لفائده جرحى ومصابي الزلزال المدمر اللي ضرب سوريا وتركيا وقال التبرعات هذه الماليه تجب تتحول لحساب الجاري للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي
دونك الغيب نتاع يو تي اس اس نجمو نعطيكم بل بارطاجي معكم يتصور نجمو تلقاو المعلومه والتبرعات العينيه كما اغذيه اغطيه ادويه مواد اسعافيه تتوجه الى مقر الاتحاد في حي الخضراء واحد نهج المؤازره على نهج ألان سافاري وعند جميع اللجان الجهويه والمحليه للتضامن الاجتماعي بكافه ولايات الجمهوريه اللي عينتو شنو باش نجمو نعاونو دكتور عبد عندهم دي دوموند سبيسيفيك من بعد السبيطارات ما نجم نقولوا هنا سي لي برودوي انستيزيك ناقصين ياسر لي برودوي انستيزيك وعندهم دي برودوي دو كارديولوجي لي ميديكومون دو كارديولوجي كيما الستريبتوكيناز الميتاليز لاكتيليز لي كونسومابل زاد عليك سكي كونسومابل دوبيتو هي صار مثلا عندهم حاجه تو الناس تبرع بالدم غادي مي لي بوش ما فماش يعني ما لي بوش دو سون هذوك ما فماش دي بوش دو سون فو سي واحد يعاونهم 2000 3000 بوش على الاقل فهمتي هذوك لي بوش فيد اللي يحطوا فيهم الدم ولا يحطوا فيهم بي اف سي ولا الكيلو جلوبولير اتسيتيرا بالاعانات الحليب الصغار لي كوش الحليب الصغار الماكلة عندهم بركلف موجود كل شيء موجود كل شيء معناها مش ناقصين معناها والتوسكي باش يعاونوهم على البناء زاد إعادة الأعمار هذه يلزم معناها إن شاء الله الحمد لله إن شاء الله باش يرجع لنا سفير غادي وتصير معناها مفاوضات إعانة الشركات التونسية تدخل تعاون في البناء وإعادة البناء سوريا معناها سوريا معناها فيها مناطق بلدان تهدت هدان حلوة ياسر من قبل الزلزال الحرب حوم كاملة راهو دماس حلب تحسرت بقات فيها بيريمتر يمكن 3-4 كيلومتر والبقية كل فكوه المطار سور المطار قعدوا بعاد 200 متر على سور المطار ما يجموش يطلعوا يهبطوا ومعناها والحرب الناس اللي هبطوا لهم هذوما مش ناس ناويين يقعدوا كي جراد يتعدى يخرب البلاد ويتعدى خربوها تو انت تدخل سبيطارات تفرقعها وحاجات تصلح للشعب معناها ما عندهاش انظمه ما عندها حتى دخل هدان ايجو هدان ما سباب الماء هدان الريزو الضو كون الجروبات معناها خلوهم في يعاونهم معناها في سورتو اعاده البناء اعاده البناء معناها ولو كما قلت لك هما تبارك الله عليهم شعب خدام يعني شعب خدام اما سورتو الادويه والمستشفيات مستشفيات الادويه في بعض ادويه خصوصيه وبعض عندنا دواء جبناه ليتوميدات بنش شافوا قال نسحبوا تنحم العالم عندي 12 سنه ما ريتوش الطبيب بيدق عليه خلي في بالي يتنحم انا مش تعرف الظروف معناها مثلا في السكر يعني عندهم نوعين تو احنا عندنا شي 20 نوع هاكا نوعين تستعمل كان هذاك غدد الدم كيف كيف معناها ضغط الدم تلقى عندهم نوعين ولا ثلاثه الناس كنت تاخذ كان هذاك هو مش صحيح معناها كيفاش الدم غدد الدم كل واحد عنده معناها وكم عاملين هما مساكن فهمتي هذا هو معناها ما يفو يدي كو سوا اون ناتور يعني يعطيو في لي كونت هذوما الدوله عملتهم والا تتلم العباد يشريو فما ليستات يشريو حاجات ويهزوهم لو تي اس اس لو تي اس اس نتاع التضامن الاجتماعي الدب نتاعهم في حاره خضراء هذوك ما يوصلوا مع الهلال الاحمر عندهم دبوات وعند هذوك ما يوصلوا معناها با بروبليم معناها عندنا تنسيق كبير ياسر ما بين الهلال الاحمر السوري والهلال الاحمر التونسي ما بين بعضهم يبعثوا لهم يعرضوا لي كونتينر ويفرقوهم زاد بالكدا وتنجم تحط انا تحب نبعث لفلان المستشفى الفلاني المستشفى الفلاني يوصلوه له فهمتي هذا هو وان شاء الله ربي يخفف عليهم ان شاء الله ربي معناها حتى الشعب السوري ما يستاهلش ما يستاهل الشعب عظيم شعب طيب الشعب يحب التونس ياسر يحبنا يحبونا ياسر ويحبوا معناها يعني ما يستاهلش الوضع اللي عايشه هذا كمان وضع مكرم معناها احنا توا هنا نتشكاو في تونس الحمد لله قدام الشيء اللي هنا لازمنا نحمدوا ربي برشا 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 ديما احنا مسمينا برشا برشا هذيك وعندنا صورة أخرى حتى نعرفوا اللي صار وقت الثورة وقت الحرب ومش سر معناتها برشا يقول لك تونس صدرت لهم معناتها
شباب مشاهوا باش يحاربوا الى اخره وكل دوك فما صوره معينه على التوانسه ان شاء الله اليوم. هم استغربوا بالناس كيفكم، ما استغربوا مش ما كانوش يتوقعوا معناها من التوانسه، معناها انا الشعب غاديك محبوب، شعب تونسي محبوب ياسر، ما كانوش يتوقعوا كيفاش بلاد متفتحه على اوروبا، معناها احنا هونيت مثال في المودرنيزم، احنا كيفاش خرجوا لهم من تونس الناس، معناها تنجموا يفهموها من بلدان اخرين. شو يقولوا لكم؟ طيب يقولوا لكم الصوره تبدلت معناتها كي يشوفوا التوانسه. احنا والحمد لله ان شاء الله ونكونوا هذايا، معناها وصلنا الميساج، محيناها هاك الايماج خايبه ولو هما مش برشا، معناها قال لك احنا نتفاهموا، معناها خاطر جاهم من كل هب، هبطوا لهم من كل بلاصه، افغان وشيشان ودرشتو، راهو الشعوب الكل هبطت تضرب غاديك الداخل، فهمتي؟ اما هما استغربوا شويه من التوانسه، معناها كيفاش الشعب تخيموا يدخل في حكايه من النوع هذيا وحكايه من النوع هذيا. التاريخ باش يوضح برشا حاجات. شكرا ليك المهم على حضورك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو، مازالتوا كي رجعتوا البارح من حلب، تحيه ليك للوفد الكل، من طب من الحمايه، شو اخر؟ والهلال الاحمر التونسي يعطيهم الصحه، زاد جاوا معنا الفرقه الهلال الاحمر التونسي، الصحه العموميه والهلال والحمايه المدنيه. هذا قد وصل عدد الجملي تقريبا؟ عدد الجملي ما يقارب 38 ولا 38 40 هكاك. يعطيكم الصحة على قمتوا به. 39 الناس اللي تحب تعاون كما قلت لكم كان التحقتوا بنا الان دونك لو تي اس اس هكا. لو تي اس اس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، المقر نتاعو في مقابل البلدية نتاع حي الخضرة. فوالا مقر اتحاد حي الخضرة واحد نهج المؤازرة على نهج لا سافاري، كان تحبوا تعطيوا تبرعات عينية معناتها أغذية أغطية أدوية مواد إسعافية غاديكا، كان باش تبعثوا فلوس من تونس ولا من خارج تونس، فما الغيب نتاع لو تي اس اس اللي هي الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، فما الغيب تنجموا تلقاوه بسهولة، مش نقعد نقرا في المباشر ممكن كوش بيتا اون فايسي دو بوبلي سينو تلقاوه لو تي اس اس معناتها فوالا. شكرا لك دكتور عبد المؤمن، فاصل موعد اخبار 8:30 راجعين.